ميليشيا الحوثي تلاحق البعثة المتجولين استنادا لرسالة علي بن أبي طالب إلى مالك الأشتر. لماذا تقفز الميليشيا على القانون وتعيد صراع الماضي؟ كيف ينظر اليمنيون إلى خرافات الحوثيين؟ أهلا بكم. ليست حكاية شعبية أو نكتة سياسية، بل وثيقة موقعة من محافظ ذمار المعيم من قبل الميليشيا محمد المقدشي، يوجه فيها برفع بساط المواطنين في الشوارع استنادا لرسالة علي بن أبي طالب إلى مالك الأشتر. الأمر رغم أنه يقترب من النكتة، إلا أنه جزء من مسلسل طويل عنوانه نقل اليمنيين للعيش في صراعات الماضي تعمل عليه ميليشيا الحوثي بشكل علني منذ انقلابها على الدولة وعلى نطاق محدود من قبل ذلك. إحياء يوم الولاية، عاشوراء، ذكرى زيد بن علي وغيرها من الاستدعاءات التاريخية للمذهب الزيدي. يراهن الحوثيون على الجغرافيا الزيدية باعتبارها حاضناً تاريخياً لهم، يقول مراقبون، ويسعون بشكل حثيث منذ الانقلاب على تجريف الوعي الجمهوري للمواطنين ونسف ثقافة النظام والقانون والدولة والمساواة واستبدال ذلك بولاية آل البيت وثارات آل البيت. يقول البعض إنهم يؤثرون بشكل كبير على المواطنين ويغيرون ثقافاتهم وفكرهم، وذلك ما تترتب عليه مخاطر كبيرة على المجتمع والجمهورية. فيما يقول آخرون إن القرن 21 وعهد السماوات المفتوحة كفيل بأن يحولهم إلى مواد للسخرية والتندر بين اليمنيين، حتى أولئك الذين بين ظهرانهم. الحاضرين جميعا من أبناء محافظة ذمار العلوية. محافظ ذمار المعين من قبل ميليشيا الحوثي هذه المرة يوجه بإزالة الباعة والمتجولين في الأسواق استنادا إلى وثيقة تنسب إلى عهد علي بن أبي طالب حين وجه مالك الأشتر يوم ولاه على مصر قوانين يمتد عمرها إلى ما قبل 1000 عام، ضاربة بالقانون اليمني عرض الحائط، ولتعاد الحقبة بما عليها من اجترار صراعات الماضي وقوانينه التي باتت محض تاريخ غابر. إنه عهد الميليشيا، عهد التوحش الذي يعود باليمنيين إلى عصور خلت، أقلها ما قبل النظام الجمهوري، وهو ما يفسره الكثير بأنه قائم على مظلومية تاريخية مزعومة وأخرى محتملة تدفعهم للتوحش ضد المدنيين وقهرهم. جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الميليشيا، وهي تسجل انتهاكا ضد مصادر رزق الكثير من الأسر في ظل موجة من المجاعة تضرب العديد من المناطق اليمنية وانقطاع الرواتب ومصادر الدخل الحرة لتفاقم حالة المعيشة وتضاعف مأساتهم. إقحام قضايا التاريخ من قبل ميليشيا الحوثي يراه البعض أنه تكتيك لتغيير فكر الناس وإغلاق الباب أمام الجمهورية وعزل الناس حضاريا، فيما يراه آخرون بأنه يشكل خطرا في تحول المعركة إلى صراع طائفي وطبقي. ورغم ردود الفعل الرافضة لهذه الأفكار وعدم تقبل الناس لها بل وسخريتهم منها، إلا أن طول أمد الانقلاب وسيطرته على الدولة وقرارها ربما قد يكون له تأثيرات مضاعفة في تمكين الميليشيا من تجريف هوية اليمنيين وتغيير ثقافتهم. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. حياكم الله أستاذ نبيل. لو بدأنا بهذه الوثيقة التي وجه بها محافظ الميليشيات في ذمار، استند فيها إلى يعني رسالة لعلي بن أبي طالب إلى مالك بن الأشتر، كيف تعلق على هذا الاستدعاء في هذه الوثيقة التي يفترض أنها تخص شأن مدني في ذمار؟ ذمار هي مصنع النكتة في اليمن. ذمار هذه مدينة النكتة السياسية في اليمن. أنا باعتقادي سيجيب عليها الإخوة الذماريون مثل هذه الوثيقة في القرن 21 التي لازالوا يستدعون تراثا غابرا وقديما ومضحكا أيضا، في أن يستدعوا مثل هذا التراث في قضية تتعلق بنهب ممتلكات الباعة والمتجولين في شوارع مدينة ذمار. هذه الخرافة التي عادت لنا في عصر الانترنت والفضاءات المفتوحة
هي مادة دسمة لسخرية لدى اليمنيين. استدعاء مثل هذا التراث التراث الغابر وتراث الخرافات المدنسة إن صح التعبير هو نوع من السقوط ونوع من الهروب أو نوع من محاولة جر المجتمع إلى خارج سياق اللحظة التاريخية اليوم. حينما تستدعي تراثا بهذا الشكل تراثا منذ أكثر من قرن يعني 10 قرون من الزمن وتستبطن أو تنزل هذا التراث في هذه اللحظة يعني أنت من تخاطب في هذا بهذا الخطاب يعني يفترض أنك تخاطب أناس يستخدمون هذا الفضاء المفتوح الإنترنت ويستخدمون فيسبوك تويتر والإنستغرام يعني أنت في عصر مفتوح لم يعد في حكرا على لم تعد بورزانة الإمام حاضرة هي التي كانت تسمع الناس وجود سلطة الإمام اليوم أصبح كل من يمتلك هاتفا محمولا يقدر على أن يسقط دولة وأن يحاجج أكاديميا وأن يوقف أي كان في مكانه وبالتالي مثل هذه الخرافات أنا باعتقادي هي الأجمل ما في هذه الخرافات أنها تقول لليمنيين إلى أي مدى سقطت هذه الخرافة وإلى أي مدى وصلتم في هذا السقوط مع هذه الميليشيات الانقلابية العنصرية التي تستقي من هذه الخرافات لتحاول أن تستعيد تاريخ غابر من الخرافات اليوم في هذا الفضاء المفتوح. طيب فيما يتعلق بهذا الاستدعاء دعنا يعني نرحب بمن ينضم إلينا الآن الباحث السياسي والتاريخي أيضا أستاذ ثابت الأحمدي من الرياض. أرحب بك أستاذ ثابت. إذا ما هو تعليقك بداية على هذه الوثيقة لمحافظ الذمار المعين من قبل ميليشيات الحوثي حول عهد علي بن أبي طالب لمالك بن الأشتر؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالمشاهد الكريم. وفي الواقع نقول كل الجماعات الأيديولوجية غائبة غائمة في عالم آخر غير عالم اليوم غاطسة في خرافاتها البعيدة ما بين خلافة أو إمامة موهومة كل في فرق خرافاته يصبح في تخاريفه الخاصة وطبعا هو يعيش خارج سياق اللحظة خارج سياق الزمن خارج سياق الفعل التاريخي والحضاري الذي يجب أن يعيشه في محاولة لخداع الناس ولخداع العامة ولخداع يعني الجمهور بمحض أفكار خرافية لم تعد تنتمي لهذا الزمن ولم تعد تنتمي للواقع وللمصالح العامة للمصالح في الوقت الحاضر لمصالح الناس في المستقبل يربطهم بناظم وهمي تماما. وكما يقال كما يقول أيضا إيريك هوفر إن الناس يؤمنون أشد الإيمان بالقضية التي لا يفهمونها أصلا. ومسألة الإمام علي أو الولاية والإمامة والمهدي المنتظر وما إلى ذلك من هذه المفاهيم هي واحدة من هذه الأفكار التي يدورون حولها مستغلين العاطفة الدينية للناس. الناس في الغالب متدينون وفي الغالب ينجذبون إلى ما هو ديني وإلى ما له علاقة بالدين فتستغل هذه الجماعة يعني مسألة التدين ومسألة كل ما له علاقة بالتدين لترتبط روحيا به. طيب في نقطة الاستدعاء التاريخي لكل ما هو ديني أستاذ نبيل لماذا تركز الميليشيا في بشكل متتالي على هذا الأمر؟ يعني لا يبدو أن المسألة وليدة اللحظة من الآن، هناك مرجعية لها، هناك نوع من الاستمرارية في طرح مثل هكذا نقاط وهكذا استدعاءات. هل تذهب هذه الميليشيات إلى يعني لها شكل ممنهج من العمل أم أن هناك نوع من الارتجالية في لا بالعكس هذا ليس الارتجال، هذا شيء ممنهج ومنهج قائم وترتيب واضح المعالم هو نوع من يعني تعزيز هذه الفكرة ونشرها بالإرهاب وقسرا وجبرا وترهيبا وترغيبا. يعني الآن يعني امتداد 4 سنوات من الآن يعني هذا الذي يتسرب فقط إلى وسائل الإعلام. يعني لو تعلم الآن مثلا المناهج الدراسية في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية يتم تغذيتها بكل هذه الخرافات ودون حسيب أو رقيب أو قل ما شئت. هناك خرافات تملأ الكتب المدرسية اليوم وخاصة الكتب الدينية فيما يتحدث عن الأحقية الإلهية في الحكم، فيما يتحدث عن خرافات
وخزعبلات وأساطير هذه الجماعة الكهنوتية. وبالتالي مثل هذا اللغة ومثل هذا الخطاب الذي يعزز فكرة، وهم يدركون أيضا حتى مثلا أنه هذه أشياء لا يمكن أن تنطلع على أحد، لكن مع ذلك هم يتخذونها وفق منهج تكراري ممل لتكريس مثل هذه الصورة النمطية في اللاوعي ولا شعور الفردي للفرد في المجتمع اليمني، ليقولوا للناس أنه يعني رغم أنه، ويدركون أيضا أنه حجم الممانعة الموجودة في العصر المفتوح، عصر الفضاءات المفتوحة، لكنهم أيضا في جزء من صميم هذه الآلية أو يعني جزء من صميم هذه الفكرة أنه كيف تعزز مثل هذه القناعات وتجعلها بشكل ممل ومتكرر حتى أنه يعني مع يعني التكرار هنا شرط يعني أو مسألة نعم مطلوبة. هي مسألة برأيك مطلوبة، يعني المسألة ليست ارتجال. مثلا مثل هذا مثلا حقهم المحافظ في دمار، هو لا يرتجل الأشياء ولا يعني يتقرب بمثل هذا الفعل لدى سيد الجماعة، لا بالعكس، هذا وفق منهج تراتبي، وهذه الفكره هي نزلت ايضا من 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 مستويات اعلى في 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 القرار السياسي لهذه الجماعه، انه عززوا مثل هذه الافكار، انه نحن نستمد مثل هذه التصرفات، مثل هذه السياسات، نحن نستمدها وفق منهجيه دينيه عقائديه مذهبيه، وبالتالي نحن نتصرف وفقا لهذا المنهج المذهبي او المنهج او التصرف الفكري والفقهي والمذهبي. طيب دعني اسال الاستاذ ثابت. استاذ ثابت، هل هذه المساله ابتدعها الحوثيون ام انهم يعني هل الحوثيون فكروا بهذه الطريقه للتعامل مع اليمنيين ولتعزيز وجهة نظرهم أو فكرهم أو الأيديولوجيا الخاصة بهم عند اليمنيين، أم أن المسألة مقتبسة برأيك؟ علينا أن نعرف أن المسألة هي قديمة وليست وليدة اليوم. الحوثي في حد ذاته ليس إلا يعني حلقة واحدة في السلسلة الطويلة ونسخة إيمانية متطورة من النسخ الإيمانية التي عرفناها عبر الزمن. الواقع أن نظريتهم هذه أو ما يسمونه بالمذهب الزيدي، ليس هناك زيدية في الواقع مطلقا، وأقولها مطلقا بكل ثقة، هذه نظرية سياسية للحق مدارها أو دورتها أو فلسفتها قائمة حول الإمام علي وبني. انزع مما يسمى من المذهب أو النظرية مسألة الإمام علي وبني وانظر ماذا تبقى، ستبقى مجرد مسائل فقهية موجودة يعني في بطون الكتب مثلها مثل بقية المسائل الفقهية عند مختلف أئمة الفقه الإسلامي. النظرية كلها مدارها علي وبنو أو الولاية أو الحكم أو آل البيت، هذه خلاصة ما يسمى بالمذهب الزيدي أو ما يسمى بالأصح هي النظرية الهادوية في اليمن، ولا علاقة لها بالإمام زيد، وليس الإمام زيد مذهب من أساسه. طيب هل هناك دلالة للمكان في سياق أن هذه يعني هذه القرارات كانت في دمار الآن، أم أن المسألة تعمم على جميع المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون؟ هم إن استطاعوا تعميمها على مستوى اليمن سيعملون وسيفعلون ذلك، لكن يسعون إلى تثبيتها في المناطق التي تعتبر قريبة أو يعتبرونها هم قريبة إلى مذهبهم بحكم التغايد التاريخي، بحكم الحاضنة التاريخية لهذا المذهب الذي استعصى على الانتشار في كل مناطق اليمن، بل حتى في مناطقه نفسها لا يوجد اليوم، لا نستطيع أن نقول اليوم أن هناك هدوية حتى في الصعدة نفسها، عدا في بيوتات معينة التي تعتنق هذا المذهب كأيديولوجيا كدين كخلفية عقائدية، أما البقية فالناس اليوم يعملون بنظرية الاجتهاد، ميلوا إلى نظرية الدولة. طيب في هذه النقطة هل الإشكالية في التعامل مع المذهب أو الحاضنة لهذا المذهب، أم أن الإشكالية في توظيف هذه المسألة في سياق أطر مؤسسات دولة؟ المشكلة أن نجعل من هذه النظرية عقيدة دينية إلى جانب كونها عقيدة سياسية بالنسبة لهم، هنا المشكلات. المشكلة تكمن أيضا في غرسها في مناهج التعليم العام، في تعليمها أيضا في الفضائيات، في مختلف القنوات الثقافية والتعليمية. هنا تكمن الخطورة في محاولة منهم لزرع هذه الفكرة كعقيدة في نفوس الناشئة وفي نفوس العامة، وفي الغالب لا تنتشر هذه الأفكار ولا تجد لها مكانا إلا في البيئات التقليدية، في البيئات الجاهلة، في البيئات غير المتعلمة. ولننظر إلى المجتمعات التي لاقت قدرا معقولا من الثقافة ومن التعليم،
لا وجود مطلقا لهذه الأفكار فيها أبدا. هم يستغلون عامة الناس، الجهل من الناس، المجتمعات الأقل تعليما، الأقل تثقيفا، المجتمعات البدائية لنشر مثل هذه الأفكار الخرافية. أما في المجتمعات التي حصلت على قدر معقول من التعليم ثلاثين مثلها، ولننظر على سبيل المثال تعز على وجه التعليم على وجه التحديد، باعتبار تعز هي العاصمة الثقافية لليمن، وهي بل أقول روح اليمن، والمشتهرة بالتعليم، المشتهرة بالثقافة، بغير ذلك، وأيضا بقية المحافظات الأخرى التي تشبه تعز بصورة من الصور، لا علاقة أو لا وجود لهذه لتلك الأفكار في هذه المجتمعات. طيب دعني أنقل هنا التساؤل إليك أستاذ نبيل البكيري، هل يعني في عصر الفضاءات المفتوحة كما ركزنا من الصعوبة أن يقتنع الناس بمثل هذا الأمر، لكن الحوثيون يقومون بذلك، ما هي يعني في التوازن بين فائدتهم من هذه المسألة أو قيامهم بهكذا توجيهات وهكذا طرح، في مقابل أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لمن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي مثلا أو غيرها؟ طبعا هو بالمنظور المعرفي نحن أو كبقية اليمنيين أو كمشاهد أو كمتابع للحال في اليمن، يقول أنه واحد ممكن يستحي من أن يعود ويذكر مثل هذه الأشياء وهذه الخرافات، على العكس تماما ما موجود لدى جماعة الحوثي، هي تقول أنه هذه أفكارنا، هذه عقيدتنا، هذا مذهبنا، هذه سلوكياتنا، أنتم يعني لا نستحي من أن نجاهر الناس بها، هذا منطقهم. يعني اليوم يعني أتذكر مثلا في ساحة التغيير حينما كان جماعة الحوثي لهم خيام، وكانوا ينشرون بعض اللافتات على بوابات هذه الخيام ويطالبون بالدولة المدنية والدولة. كان مثل هذا الشعار الذي يرفعونه أيضا حتى في بعض منتدياتهم، كان شعارا يخاطبون به بعض من القوى التي كانت تصدق أو التي كانت تستبطن فكرة التكذيب لهم، في نفس الوقت لكنها في مجال صراعها مع القوى الأخرى تحاول أن تضربهم بجماعة الحوثي. الحوثيون في تلك اللحظة أيضا كانوا يجمعون بين هذه الشعارات، الحديث عن الدولة المدنية والحديث عن الولاية وعن الحق الإلهي في الحكم، في نفس السياق وفي نفس اللحظة كانوا يتحدثون عن كل هذه التناقضات، كانوا واضحين وضوح الشمس. لكن القوى الوطنية أو القوى السياسية التي كانت موجودة والتي كانت مهجوسة بصراعات أيديولوجية غبية، استطاعت، لا أدري كيف استطاعت أن تهضم هذا التناقض كله بين جماعة تدعي الحق الإلهي في الحكم وتدعي طهرانية المصدر التشريعي لديها والمصدر الفقهي والمذهبي، وبين جماعة أيضا تقتل وتصادر وتدمر المدرسة وتستقوي بالسلاح، يعني مثل هذا الكوكتيل المتناقض الذي رأيناه بالنسبة لجماعة إلى ما هي عليه الآن بالنسبة لهم لجماعة الحوثي، هذه حقيقتهم وهم واضحين فيه. الإشكالية أيضا أنه يعني اليوم بعد كل هذا الوضوح، يعني 4 سنوات من القتل والدمار والحرب والخطاب الإعلامي المتلفز بالنسبة لهذه الجماعة، أو الخطاب أيضا حتى ما يبديه بعض قياداتها وعلى رأسهم زعيم الجماعة، هم واضحين جدا أنهم جماعة طائفية زيدية مذهبية، يعني واضحة تماما. الكارثة في من لا زال يعتقد أنه ممكن أن يتعايش مع مثل هذه الجماعة، انه يعني مثل هذا الخطاب، انه كيف ممكن نحن نتعايش معه. السؤال الان او بمعنى الاشكاليه الكبيره الان هي لماذا لا زال هناك البعض من يعتقد انه ممكن ان يتعايش مع هذه الخرافه التي هي واضحه تماما انها لا يمكن لمعتنقها ان يتعايش مع اي مختلف اخر عنه على الاطلاق. يعني اذا ما استرجعنا قائمه الانتهاكات على امتداد ال4 سنوات الماضيه من الحرب وفي اطار الحرب، سيدرك حجم الجريمة وحجم الكارثة التي تحملها في طياتها هذه الجماعة وفي أفكارها وسلوكها. طيب دعني أسأل الأستاذ ثابت، لماذا إذا نشاهد أن أكاديميين مثلا، يعني في فعالية في صنعاء وأنا أقرأ من وكالة سباء تابعة للحوثيين، يقولون أكاديميون عهد الإمام علي لمالك بن الأشتر يمثل مشروع حضاري متكامل. المسألة ليست مرتبطة إذن بالمستوى التعليمي، هناك أكاديميون يتحدثون، هناك محافظ ذمار معين من قبل الميليشيات يتحدث بهذا الشكل، ويعني وهو رجل يفترض أن يكون رجل دولة. يعني
كيف تفسر هذه المسألة أستاذ ثابت؟ عزيزي، نحن لو استقرأنا وضع المثقف تاريخيا لوجدنا أن هناك المثقف المحزن أو المثقف الجرامشي العضوي الاجتماعي، وهناك المثقف الانتهازي. ما يجري اليوم من قبل من يسمون، أو بالأصح دعنا نقول من قبل بعض الأكاديميين، هو البعض بالتأكيد وليس الكل، بعضهم يردد تلك، يرفع الصرخة ويردد تلك الشعارات ويتظاهر بالإيمان بتلك الخرافات حفاظا على رأسه وحفاظا على ماء وجهه وحفاظا على ديمومة أسرته وأهله وماله وعلى بيته وعلى كل حالاته بشكل عام من هذه الجماعة البشعة التي تمارس الإجرام في كل، في حق كل من يخالفها، بل في حق كل من لا يتعاطى معها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، بعض من المؤدبين حتى من هذه الجماعة أنفسهم، يعني لا أحب أن أقول ملحدين، بل شبه ملحدين أو ليبراليين في تعاملهم، لكن فيما يتعلق بالإمام علي وبنيه وما أشبه، يرفع هذا الشعار، يتعاطى مع هذه المسائل الخرافية كسياسة فقط، كسياسة لا كعقيدة مطلقا، ليخادع بها العامة. وبالتالي فالمسألة ليست أكثر من شعار مرفوع فقط، كما قلنا بعض الأكاديميين يرفعها رهبة وبعضهم رغبة من المال بالمال، أو يعني رهبة مما قد يجري له. هذا هو الواقع على أكثر. نتواصل بين الحين والحين مع أناس ونعاتبهم على ما يجري، فيقولنا أين أنتم، تعالوا وسترون كيف سنردد شعاركم من يوم قد. أدّوا موقفنا، نحن في وضع لا نفسد عليه. ليس كل من رفع الصرخة، ليس كل من رفع الشعار، ليس كل من ملأهم هو بالتأكيد حوثي، لا، هناك شبه إجبار على هذه الجماعة لمجاراتهم في خرافاتهم، وبالتالي فلا يمكن أن يقرأ المشهد إلا في هذا السياق. ثابت الأحمدي الباحث السياسي والتاريخي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. بالعودة إليك أستاذ نبيل، يعني في سياق الحديث عن هذه المسألة والحديث عن المسؤولية التي يجب أن يقوم بها المثقفون والأكاديميون تجاه هذا الطرح من قبل ميليشيات الحوثي، أين هو دورهم؟ ما هي طبيعة ما يجب القيام به الآن؟ للأسف نحن نشهد مسرحية كبيرة فيما يتعلق بدور النخب المثقفة التي كنا نعول عليها كثيرا اليوم. يعني النخب المثقفة، أو ما كان يفترض بها أنها النخب مثقفة اليوم، وهي لازالت تعيش تحت سطوة وسلطة الميليشيات الانقلابية، هي أن يعني حاولت قدر الإمكان أن تكون في إطار هذا المشهد، وحاولت أن تتعايش مع هذه الخطيئة والكارثة. البعض منهم الذي يعني قدر له أو قد قرر أو رأى أنه لا يمكن أن يتعايش مع هذه الكارثة، هو غادر الوطن. يعني كثير من النخب المثقفة، حتى للأسف تلك التي كانت تخادع نفسها في مرحلة سابقة أنها ممكن أن تتعايش مع جماعة الحوثي، الكثير منهم غادروا المشهد. يعني العواصم العربية تزخر بكثير من النخب التي، حتى قلت لك، حتى التي كانت على علاقة جيدة بجماعة الحوثي، أو حاولت لا تصطدم مع جماعة الحوثي، إلا أنها وصلت إلى مرحلة واصطدمت معها وغادرت المشهد. اليوم مسؤولية المثقف، أنا باعتقادي اليوم يعني حتى يعني فكرة المثقف اليوم أصبحت فكرة معطوبة في زمن مفتوح، في زمن الفضاءات المفتوحة. اليوم كل من يمتلك قليلا من التفكير مع وسائل التواصل اليوم يستطيع أن يتعلم ويقرأ ويكتب ويحاضر ويتواصل مع كل العالم ويبني ملكة ثقافية. لكن ربما نفسه، ليس الكل قادر على أن يقول لا أمام ميليشيات الحوثي. من هم في الداخل بالتأكيد، ومن هم تحت سطوة وسلطة هذه الجماعة، ليس بيدهم الخيار أن يقول لا، لأنه سيقمع والمشهد مليء. يعني كان آخرها الأخ علي الشرعبي، وهو ممن حاول أن يتعايش مع هذه الجماعة طوال الفترة الماضية، ومع ذلك أبوا إلا أن يفعلوا به ويعتقلوا ويعذبوه كما رأينا، والكثير أمثال الأخ علي الشرعبي يعني في الداخل. المسؤولية اليوم أيضا يعني هي لا تقتصر مثلا على مسألة الخطاب وتوضيح مسالك ومثالب هذه الجماعة. اليوم أنا باعتقادي المسألة أكبر وأخطر من مجرد الحديث عن أخطاء هذه الجماعة وعن إجراميتها وكارثيتها. اليوم الأمر يتطلب في مصارحة العالم، أن نحن نعيش أمام
أقدر حالة عنصرية ممكن أن تكون بعد النازية والفاشية التي عاشت في أوروبا خلال القرن الماضي. وبالتالي يتطلب من كل المثقفين صوتا واحدا، موقفا واحدا، بحيث أنهم يعني لا زال هناك من كنا نعتبرهم مثقفين، لا زالوا اليوم أيضا رغم كل ما أحدثته جماعة الحوثي من خراب وتفتيت وتمزيق للنسيج الوطني والنسيج الاجتماعي في الحالة اليمنية، إلا أنهم لا زال ينظر لهم أنهم ممكن التعايش مع هذه الجماعة، ومن لا زال يعمل جماعة الحوثي مقابل الجماعات الأخرى الأيديولوجية. نحن نتحدث الآن في سياق جماعة الحوثي وهي على الحكم، يعني وهي تقود البلد وتستقوي بالسلاح، أم نتحدث على أن لا يمكن التعايش مع جماعة الحوثي بشكل يعني أبدا؟ طبعا مسألة الأفكار هو من الصعب جدا أن تنفي فكرة معينة أو أن تقضي عليها، لكن الكارثة الكبيرة والخطيرة فيما يتعلق بجماعة تمتلك فكرة عنصرية هو أن هذه الفكرة العنصرية تصبح فكرة مسلحة ويصبح فرض أفكارها بالسلاح. الخلاف مع جماعة الحوثي، نحن لا خلاف لنا مع أفكارها، لأنه بالأخير هي أفكار ومعتقدات هي خاصة بها، لكن حينما تتحول هذه الأفكار إلى منظومة مسلحة وحاكمة فوق هذا، يعني سيصبح الخلاف معها وجودي، لا يصبح الخلاف معها ثقافي، أنه ممكن يا أخي أنت تقتنع بأفكارك وأنا أقتنع بأفكاري ولا إشكالية بيني وبينك، يعني هذا نوع من الخيال، نوع من الطباوية التي لا وجود لها على أرض الواقع. الحقيقة الكارثية اليوم التي يجب أن يفهمها الجميع أنه هذه الجماعة لا يمكن لها على الإطلاق أن تتعايش معك إلا أنت مقموعاً وهي قامع، وأنت مضطهد وهي المضطهد، وأنت مسلوب حقوقك وهي التي تسلبك. هذه يعني المعادلة الوحيدة. ودعني أشك في هذه النقطة. الناشط السياسي الذي انضم لنا من عبر الهاتف من المأرب شاذلي البريهي. أستاذ شاذلي، في كثير من السياقات يتحدث كثيرون أن من جاء بالحوثيين هي الثورة، ثورة فبراير. أنت أحد النشطاء في ثورة فبراير. أمام ما يقوم به الحوثيون الآن، هل ترى أن هناك نوع من المسؤولية التي قمتم، يعني في مسؤولية للثورة أمام ما يحدث الآن؟ أمام ما يحدث الآن هنا السلام عليكم، السلام عليكم وتحية لكم ومشينا عزيزي لقناة صوتي. أهلا بك. بالنسبة لجماعة الحوثي، هي جماعة كانت موجودة في الشائع اليمني لكن ليست بهذه الصورة، استقوت بنظام علي عبد الله صالح الذي أتى بها نتيجة على حقد دفين وحقد على الثورة والثوار، وسلحهم ودعمهم بالمؤثرات التابعة له، وحينها استقوت وحصلت على السلاح وهجمت على الشعب اليمني. كانت لا تمتلك إلا القوة وقوات السلاح، ولسبب الله لا تمتلك أي سلاح يمكن أن تغذي بها الشارع، وقال خطاب عنصري وفتي دمرت البلد وقتلت الناس وليس لها اي وجود في القوه. عندما تفقد هذه الجماعات قوتها وتفقد السلاح ستجد انحصارها وانكسارها وانزواءها في مكان لا يمكن يعني ان تكون مؤثره فيما بعد. طيب انت برايك كناشط سياسي، الى اي مدى هذا الامر سيؤثر على النسيج المجتمعي اليمني الآن في خضم استدعاء صراعات حصلت منذ 1400 عام تقريبا؟ النسيج الوطني لا خوف عليه. اليمنيين منذ زمن بعيد لا توجد بينهم أي خلافات طائفية ولا توجد بينهم أي حسابات، هناك صراع على السلطة، صراع على السلطة بين القوى في حال تم تدارك هذه الصراعات وحال الانتصار عليها أو دحرها يبقى النتيجة الانتهائية سيعود إلى لحمته. الشعب اليمني الآن يصارع من أجل لقمة العيش، يصارع من أجل البقاء، يصارع من أجل أن يعيش حياة كريمة. لا أعتقد أن هناك سيكون صراع طائفي في المستقبل، لأنه الخطاب الطائفي الذي كان يؤسس له الحوثي في صناعة شخصيات ميامية لاستدعاء شخص، في حين لم نسمع له القراءة الفاتحة بتسجيل.
يعني برأيك لن ينجح الحوثيون في أن يطي يعني أن يجعلوا من المسألة طائفية كما يقول كثيرون أن هذا الأمر حدث في لبنان مثلا مع حزب الله؟ هل ترى أن هذه المسألة الحوثيون لن يكونوا قادرين على الوصول لها؟ لا ليسوا قادرين ولن يصلوا إليها، لأن الحوثي القائد أو الجماعة الذي ينتمي إليها احتشدت بكل قواها مع الحوثي وقاتلت مع الحوثي واستنفذت قواته كاملة. الآن نلاحظ احنا من خلال مشاركتنا بالقوات المسلحة أي منطقة يتم استحالة من خلال القوات المسلحة تبيد المنطقة كلها مع الشرعية وكلها مع الجيش ومشاركة بدون أي التواء، كل الخبر وكل الحوثي هو خوف من همجنتهم من تدميرهم من قتلهم للشباب في حال ما يجد الأمان بخروجهم من تحت هذه الجماعة، يرسمون انتماء كامل للشرعية ويصبحون مواطنين لا فيهم أي تعصب لا فكري ولا مناطقي ولا طائفي، وكل الخزعبلات الذي ينشرونها وكل الأساطير والتهاوين يدركها الشباب ويدركها كل المواطنين. في الحقيقة لا يمكن إنسان جاهل أن يعلم أو يثقف أو يسيطر على عقلية شخص هو أقدم منه ويشوف نفسه أكثر ثقافة منه. عبد الملك الحوثي ما الذي يمتلكه من العلم وظاهر الشهادة التي يحملها؟ يعني أقل شعب في المجتمع يستطيع أن يستخدم التكنولوجيا أفضل من الخطابات. يعني واحد جاهل كل الجهل يقودهم الجهل، لا يمتلكون إلا السلاح للسيطرة على الناس، أما السيطرة الفكرية فهذا صعب جدا وفشل وسيفشل أن يسيطرون فكريا أو ثقافيا أو أن يزرعوا أي خلاف مناطقي أو طائفي أو فكري في وسط المجتمع. أشكرك سيد شاذلي بريهي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من حريف في مأرب. بالعودة إليك أستاذ نبيل، تجاه هذه التعبئة الطائفية يعني لليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وربما تصل هذه الرسائل إلى من هم خارج هذه المناطق باعتبار هناك وسائل تواصل اجتماعي تفيد الحوثيين وتضرهم أيضا، هل ترى أن المشروع المقابل الحوثيين الحكومة الشرعية نتحدث باعتبارها رمز لمواجهة هذا الانقلاب تقوم بالدور الكافي في سياق مواجهة هذه الرسائل؟ لا شك أنه في دور للحكومة الشرعية رغم كل المآخذ التي نأخذها على الحكومة، لكن بالأخير أيضا يعني مسألة هذا التعبئة الطائفية وهذا الاشتغال الطائفي الذي ترفعه وترفع شعاره جماعة الحوثي هو بقدر يعني ليس موجها فقط للحكومة الشرعية، هو موجه لكل اليمنيين، وهو يعني تحدي حقيقي لليمنيين جميعا بمختلف توجهاتهم ومختلف انتماءاتهم. بالأخير مثل هذه مثل هذا الشعار الطائفي ومثل هذا التجيش الطائفي اللي ترفعه مثل هذه الجماعة هو بالأخير تفجير للنسيج الاجتماعي، والأكثر خطورة بهذا بمثل هذا التوجه هو في إطار المناطق التي لا زالت تحت سيطرتها، لأنه يعني ليس كل من يعيش في هذه المناطق هو بالضرورة ينتمي أو يؤمن أو يقتنع بمثل هذه الأفكار، لكن ربما إحساس الخوف يؤثر، يعني الخوف من بطش هو يؤدي الميليشيات هو يعني يقوم بدور سلبي في سياق الاستجابة لهذه الرسائل. لا شك في ذلك، لكن بالأخير أيضا يعني مثل هذه المادة التي أو هذا الخطاب الذي تحول إلى مادة يعني مادة مغرية للسخرية من قبل اليمنيين أيضا، هي بقدر خطورة مثل هذا الخطاب بقدر انعكاساته السلبية أيضا على هذه الجماعة. يعني هذا الانكشاف يعني كان بعض الناس يعني يتخيلون جماعة الحوثي هي جماعة شريفة نظيفة ممكن أن تخرج وتقضي على ما كانوا يتصورونه أو ما كانوا يروجون على أنه فساد، لكن ليجابه فجأة أمام أقدر عصابة فساد على مدى التاريخ اليمني. إذا كان الفساد في المراحل السابقة وحتى الآن في إطار ما هو يقوم نتيجة لسلوكيات خاطئة وتصرفات من قبل هذا الشخص أو الفساد بالنسبة لهذه الجماعة هو عقيدة ودين، يعني هناك فتاوى تستقى من تراث هذه الجماعة كفتاوي الإمام ما يسمى بالإمام المتوكل على الله إسماعيل الذي أباح حل أموال الشوافع للزيود، يعني مثل هذه الفتاوى التي يتظاهرون بها وقول أحد أئمتهم إني لا أخشى أن يسألني الله ماذا
أخذت من أموالهم، ولكن أخشى أن يقول ماذا أبقيت لهم. يعني يعني مثل هذا الخطاب الذي استباحة كاملة لأموال المخالفين لهم. يعني مثلا يعني حتى فكرة التكفير المذهبي أو فكرة التكفير العقائدي هي فكرة ليست يعني في التاريخ لم تظهر إلا في المرحلة الزيدية. يعني لم يكفر أحد من خصومهم أو من فرقاء المذاهب سوى الزيدية. يعني تراث الزيدية تراث مليء بالتكفير. نحن نتحدث عن المقابل. عن أي حقبة تاريخية الآن بما أن عدنا بعيدا طبعا في التاريخ. الزيدية هي تراث واحد يعني بمعنى آخر في الحالة اليمنية هي تسمى بالهادوية. الحوثية هي امتداد لهذه الزيدية التي نسميها اليوم أو ما يطلقون عليها هم بالهادوية. تاريخ أو بمعنى آخر إنه يعني الحوثية هي امتداد امتداد مباشر وامتداد مرحلي وامتداد لهذه اللحظة لكل التراث الزيدي بكل ما فيه من تكفير واستباحة وحل الدم المختلف مذهبيا. يعني لكن سنبين هناك من يفرق ما بين المذهب وما بين الفكرة السياسية أو استخدام هذا المذهب لفكرة الولاية. هذه نقطة دائما ما تكون شائكة في سياق الحديث عن ما نواجهه اليوم طبعا من انقلاب وشرعية أيضا. هل أوضحت لنا أكثر هذه النقطة؟ طبعا شوف يعني من قبيل الحديث السياسي نحن نستطيع يعني كحديث سياسي أنا لو أريد أتحدث فأتحدث بخطاب سياسي كبير وأقول أنه هناك فرق بين فكرة الحق الإلهي للحكم وبين إخواننا في المذهب الزيدي. طبعا هذا نوع من البروباغندا السياسية. لكن حين المقابلة البحثية والتاريخية والقراءة الدقيقة الفاحصة المفهوم الزيدية، الزيدية هي فكرة طائفية عنصرية لا يعني وليست مذهبية بقدر ما هي فكرة سياسية. يعني الفكرة التي يستند عليها ما هي الزيدية باختصار؟ الزيدية هي فكرة الإمامة وحصر الحكم في طائفة أو في أسرة معينة من الناس. تتحدث هنا عن الزيدية بشكل عام أم الزيدية الجارودية أم يعني طبعاً لأن هناك الكثير من من ثلاث يركز في هذه الزيدية ثلاث مدارس الجارودية والسليمانية وكان هناك فرقة تم القضاء عليها من قبل الزيدية وهي فرقة المطرفية. لكن بالأخير في كلها تستند على فكرة الإمامة. كل الفرق الثلاثة الزيدية تستند على فكرة الإمامة والحق الإلهي المقدس لسلالة معينة بالحكم. هذه كل الزيدية اختصارا. يعني الآن احنا ما نأتي نقول مثلا الهاشمية السياسية او الهاشمية او الزيدية السياسية، هي بالأخير يعني مثلا الزيدية ماذا هي بغير الإمامة؟ يعني هي هنا النقطة. لأن كيف يمكن للناس ان يفرقوا ما بين الجانب السياسي ما بين ان هناك من يريدون أن يتعبدوا الله بمذهب معين والقانون يعني يكفل لهم هذا الحق؟ القانون يكفل. كيف يمكن التفريق في هذه المسألة الحساسة لأنها ربما هي سبب من أسباب ما نحن فيه؟ طبعا فقهيا الزيدية هم أحناف وعقائديا هم معتزلة أو أقرب إلى المعتزلة دعني أقول. لكن حين الذهاب إلى التفريق الحقيقي ليس هناك فرق فيما يتعلق بالزيدية، كلها ترتكز على فكرة الإمامة. انزع الإمامة والحق الإلهي من الحق الإلهي في الحكم من هذا المذهب يصبح كأي مذهب آخر كالشافعي كالحنفي كالحنبلي، ليس نظرية سياسية. الزيدية مثله مثل أي مذهب في حالة واحدة فقط، في حال أنه تم إلغاء فكرة الحق الإلهي في الحكم. طبعا هذه الفكره في عام 1990 واعلان الوحده اجتمع مجموعه من العلماء الزيديه وكان على راسهم حمود عباس المؤيد ومحمد المنصور وكثير مراجع احمد محمد الشامي وغيرهم، واخرجوا فتوى او بيان تاريخي قالوا ان الامامه هي مساله تاريخيه وانتهى عهدها. طبعا هذه الفكره كانت في عام 90 واسسوا بموجبها حزب الحق وحزب وجبهه العمل الاسلامي حينها. بعد ذلك هل كانت هناك مرجعية؟ نعم تدعو طبعا إلى كل مراجع الزيدية. نعم. وقعت على هذه الوثيقة في عام 1990 إلا مراجع صعدة، بدر الدين الحوثي ومجد الدين المؤيدي رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة، ولكنهم رغم أنهم رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة التي تتنازل عن الحق الإلهي في الحكم ذهبوا وكانوا ضمن القيادة السياسية لحزب الحق. إلى عام 1900 إلى ما بعد ثورة 2011، في 2012 أصدر الحوثيون الوثيقة الثقافية لجماعة الحوثي. هذه الوثيقة الثقافية أتت كالتالي: أن الإمامة حقا إلهيا ثابتا ومقدسا ولا يمكن المساس به.
وهل وقع من لم يوقع وهل وقع من وقع تلك الوثيقة؟ وكل الذين كانوا أحياء في 2012 من الذين وقعوا على الوثيقة في 90 وقعوا على هذه الوثيقة وبصموا عليها. يعني نحن أمام نفاق سياسي وهم يسموه الطغيان، وهو نفاق سياسي إنه الذين وقعوا على أن الفكرة الإمام انتهى في 90 هم الذي وقعوا على أن الإمام حقا ثابتا مقدسا في 2012. وبالتالي مثل هذه التناقضات التي يشتغلون عليها في اشتغال فقهي ومذهبي كما يسموهم، ولكنه اشتغال سياسي. الزيدية مذهب سياسي لا علاقة لها بالتراث. طيب يعني ولا علاقة لها يعني حتى نعزل هنا هذه المسألة عن ما يجري الآن، أليست كل فكرة، يعني كل صاحب أيديولوجيا يريد أن ينفذ أيديولوجية أو يبشر بهذه الأيديولوجيا لكل الناس أمامه، فبالتالي ألا يحق للحوثيين القيام بما قام به آخرون ربما على مر التاريخ أو في اليمن ربما أيضا؟ من هم الآخرون الذين قاموا بربع ما قام به جماعة؟ لا نتحدث عن التصرفات والاستقواء بالسلاح، لكن أتحدث مثلا هناك من يطرح على أنه، وربما كان الأستاذ ثابت الأحمدي تطرق لهذه المسألة، مسألة الخلافة، من يبحث عن الخلافة في هذا السياق، هل هناك تشابه بين الأمرين؟ ما لا أعتقد أنه هناك تشابه بين الأمرين. مسألة الخلافة أصبحت من المسائل التاريخية المغيبة التي لم نعد لها وجود في تراث الحاضر على الإطلاق. يعني ليس هناك حزب من الأحزاب الإسلامية غير الإسلامية اليوم يدعو إلى عرض الخلافة. يعطيني حزبا إسلاميا واحدا من الأحزاب المحسوبة على الإسلام السياسي اليوم موجود في برنامجه السياسي الدعوة إلى الإمامة إلى الخلافة، لا يوجد على الإطلاق. صحيح كان هناك إشكالية في منهجية ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين، لكن هذه الجماعة اليوم لم تعد جماعة واحدة، هي جماعة أصبحت جماعة سياسية وأحزاب سياسية حاكمة في كثير من البلدان، حاكمة في تونس، حاكمة في المغرب العربي، وتؤمن بالدولة الوطنية وتؤمن بالتعددية السياسية وتؤمن بكل شيء. وبالتالي فكرة الخلافة التي كانت مرفوعة لدى بعض الجماعات الإسلامية السياسية أنا باعتقادي أصبحت من الماضي، أو بمعنى آخر أنه تجاوزها الاجتهاد السياسي، وأنها أصبحت فكرة الخلافة فكرة تاريخية. وهذا الكلام موجود ومقرر في كثير من الأفكار ولدى كثير من المفكرين الكبار كالغنوشي كالترابي الكثير من القامات الفكرية التي تعتبر اليوم أفكارها بمثابة مواد تولدية للاجتماع البشري والسياسي. هل سيمتلك الحوثيون مثل هكذا وعي في المستوى المنظور برأيك؟ يفترض أنه أن يمتلكوا مثل هذا المستوى المنظور، لكن إذا كان قلت لك أنهم في عام 90 وقعوا على وثيقة إلغاء الخلافة فكرة الحق الإلهي في الحكم في الزيدية، وفي 2012 أعادوا التوقيع على أنها حق فكري، على أن حق إلهي مقدس لا يمكن المساس به، فكيف تتوقع؟ وخاصة أنت أمام جماعة تعتقد أن الطقية السياسية أو ما تسمى بالطقية عندهم دين، وأنه أن تكذب لتحقق هدفا معين هذا أنت مأجور وتؤجر عليه من الله. يعني أنت أمام عبط تاريخي، يعني لا يمكن أن تصل مع هذه الجماعة إلى طريق سياسي ممكن الاتفاق حول مشتركات وطنية مع هذه الجماعة فيما هي ترى أنك مخالفا لها وأنك كافر في عرفها وفي مذهبها وفي منظرها. طيب في سياق المنظور في على مستوى اليمني الآن، متى ينتظر أن يعني نشاهد، أو ما الذي تتوقع أن نشاهده في الأيام القادمة القليلة على سياق هذه الممارسات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات؟ شوف، حالة القمع الموجودة هي حالة ربما قد يصور لهم أنهم يمكن أن يطوعوا هذه المجتمعات المحلية الموجودة تحت سيطرتهم، لكن في المدى المنظور أنا باعتقادي لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات في العصر المفتوح. يعني مثلا مظاهرة الطالبات في جامعة صنعاء ما كان أحد يصدق أنه بعد 4 سنوات من القمع والوحشية في التعامل والتعاطي مع الناس تخرج فتيات وتتحدى حالة القمع هذه ويشكلين تهديد بالنسبة لجماعة الحوثي. يعني التغيرات الموجودة في المستوى السياسي وحركة المجتمع السياسية يعني كلها تنذر بنوع من الخروج على تنذر أن مصير وعاقبة هذه الجماعة سيكون مصير سيء، وخاصة أن هذه الجماعة لا تقوم بأفكارها على مستوى الاقتناع أو على مستوى الترغيب، وإنما على مستوى الترهيب والقصر. وبالتالي كل فكرة قصرية قمعية تحت تهديد السلاح لا يمكن لها أن تعيش، لا يمكن لها، لأنها تحمل طيئات في طياتها بذور فنائها وبذور انهيارها من الداخل، لأنها فكرة لا تقوم على المنطق وعلى الإقناع وعلى النقاش والحوار بقدر ما تقوم على القمع والإكراه والقصر. أشكرك أستاذ نبيل البكير الكاتب والباحث، كنت معنا في الاستوديو في هذه الحلقة من المساء اليمني، شكرا جزيلا لك.
كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني وكذلك التحريري. إلى اللقاء.